السلام عليكم عبد الرحيم خويا، واش جبت لنا اليوم؟ مرحبا بكم خوتي العائله الزينه تاعنا. كالعاده دائما نجيب لكم حاجه جديده الخطره. بدنا لكم كاع ستيل تاع لي كليك ماك. كاين هاد الخطره كليك ماك اسمها سامبل كيما راكم تشوفوهم، بلا اكودوار بلا كوفري بلا والو. فوالا حاجه سامبل، والسامبل دائما في البساطه عندها عمر. فوالا نشوفوا بلي ببساطه عندها دو موديل اللي هما هذوك لي موديل الفوق اللي راكم تشوفوهم. ركزوا معايا مليح، شوفوا هذاك الموديل اللي راهو واقف من هنا عنده البي تاعو طالعين. شوفوا كيف فوالا البي تاعو طالعين، وكاين اللي راهو جاي شغل السوق من هنايا هابطين باص كما نشوفوا. بصح ستيل تاعهم ثاني تاع الخياطه راهي تبدل ثاني. شوفوا باري صوب هذا اللي هنايا راهو ستيل بيانو، خياطه رفيعه، خياطه بزاف شابه. تيسي دائما عندنا في مبليني دائما بالامتطاش. وثاني شوفوا في الدوزيام موديل اللي راهو شغل ستيل مبرودي لهنايا، حاجه شابه، خياطه رفيعه ثاني وبالانتيطاش ثاني. فوالا شوفوا سيتو لا كولور هذيك غريز. كاين بزاف الناس يحبوا لا كولور غريز باش ما يتوسخ لكمش. كاين الناس يحبوا لا كولور فاتحه باريكزوم كيما هادي، باريكزوم كيما هاد لا كولور جون هادي اتيرونت بزاف سيتو في الصيف، حاجه شابه ثاني بزاف بزاف بزاف. وشوفوا ثاني التناسق تاع الالوان في لي بي ثاني. شوفوا باريكزوم هنايا هادي لا كولور تاع هادي الجون رانا درناه بلي بي نوار باش يتناسق مع الكليك لاك جون، يعني باش نديركم نظره شابه بزاف على الكليك لاك تاعو. تسمى شغل تفاريا كاع لي كولور او تماريا وكومبلي كيما راجو. بون هذا بالنسبه اون غروب اون غروسو مودو شغل كومبليتمون كيف تجي الكليك لاك تاعنا. دوكا نزيدو نشوفو لي ديتاي لي راهو فيه هذا الكليك لاك. هذا الكليك لاك وين راني واقف حتى الجهه اللي من هي راهو فيه متر 90 سنتي. اما بالنسبه للعرض تاعو من هنا راهو فيه 90 سنتيمتر. بصح العفسه الثانيه اللي تميزوها عندنا هذا الكليك لاك انه فيه 3 بوزيسيون. تبع معايا مليح، كل 3 بوزيسيون كما راكم تشوفوا هكذا ستيل صالون يوليكم بوزيسيون انكلين، يعني يجي شغل عنده زاويه منحنيه كما راكم تشوفوا، تروح شويه هكذا للطرف باش تعطيكم تكسيله ولا ارو. فوالا وثانية البوزيسيون الثالثة اللي قلت لكم عليها انه تفتح كومبلات كما راكم تشوفوا. فوالا يتفتح ويتفرش هكذا ويولي شغل سرير تاعي بلاصت يدمي وين يولي لكم العرض تاعو لهنايا متر 15 سنتيمتر. فوالا هذه بالنسبة للكليك لاك. اما لا دونسيتي تاعو دايما 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 عند مبليني هي لا دونسيتي 30 روسور كما راكم تشوفوا. سواء كيما هذا الموديل ولا هذا الموديل كيف كيف نفس لا دونسيتي دائما دائما ما تغيرش. الداخل مخدوم بالبواروش ولي بي تاعو بالاتر سوليد. السعر تاعو عند مبليني فقط 4 ملايين من النقل والتوصيل، يلحقكم حتى للدار واللي يشرى ان شاء الله يربح علينا وعليكم عليكم غير. لا حبيتو تزيدوا تشوفوا اكثر تفاصيل ولا لي كولر اللي نقدروا نخدموا لكم، ما عليكم غير تتصلوا بينا على رقم الهاتف اللي تلقاوه في صندوق الوصف. اما الا حبيتوا تجوا تشوفوا عندنا في الشوروم ما عليكم غير تجوا لمقر العرض قاعه العرض اللي راهي متواجده بالطريعه ولا تيفازون قبل المدرسه الوطنيه الضرائب.